السب والشتم. الآن أنا والشيخ قبل أن ندخل المسجد سمعنا السب والشتم من من الصغار، يتربى الصغار على السب على الشتم. إذن هذا فيه أننا الآن في زمن فتن، لابد نعلم الصغار. تعليم الصغار عند السلف قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، لكن ضرب غير مبرح، ضرب لا يكون على الوجه، ضرب ممن له ولاية عليه، لا يأتي كل أحد ويضرب الصغير، ضرب يراد به التأديب للانتقام، لأن بعض الكبار يضرب الصغير ينتقم لنفسه، ينضرب من يعرف الضرب. والحر العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لا يعقل أن أنس رضي الله عنه كان صغيرا، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعقل أن أنس رضي الله عنه لم يخطئ في 10 سنين كاملة، لا أخطأ، لكن لم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده. من أين تعلم السب؟ من والديه قطعا، من الشارع، من الرفقة السيئة، من التلفاز، نعم، أفلام كرتون التي تعلم ليس فقط السب، لا تستغرب، تعلم الصغار الشرك الأكبر، تعلم الصغار السحر، تعلم الصغار التعويذات. إذا سقط سن لأحد الصغار ماذا يصنع؟ يستقبل الشمس. نعم، تعلم الصغار هذا من من؟ من المجتمع، من والديه. قال إذا سقط لك سن تستقبل الشمس وتنادي الشمس وتقول يا شمس يا شموسة خذي سني واعطيني سن العروسة. عندنا من يعبد الشمس، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم موجود، نعم موجود، يسمع وتسمع الصغير يحلف بالنبي، يحلف بالولي، يحلف بالحياة، أمانة، بالعهد، هذا كله حلف بغير الله وحياة أمي، شرك، شرك لا شك فيه. والله لو يسرق أحسن من أن يقول وحياة أمي والنبي. لماذا؟ لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هذا منه، عندما يتعلم الصغير الحلف بغير الله، تعلم السب، سب الرب، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين، استهزئ بالصحابة، يسب أمهات المؤمنين، يستهزئ باللحية، يستهزئ بالصلاة، يلعب، يشتم. حتى أصبحت بعض الأشجار نعبدها لغير الله، قال عباد الشمس. اتقوا الله أخوانا، ما عندنا عباد الشمس، هذه المخلوقات تعبد الله، إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء.